أنا مشاهدينا الكرام في لقاء هذا المساء من جديد وفي تحديات أشواطنا الخاصة بالمهجنات الأصايل من الأبكار اللقاية. تسير هذه الدفعة ضمن أشواط الإنتاج في أشواط المساء في هذه الليلة. نسير نبحر في البداية والمقدمة والسيطرة الأولى حيث تتقدم شودة، تعود ملكية لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم، يضمرها خليفة بن خميس الغويصة، تتقدم بينما المركز الثاني واصلة من خلال هذه اللحظات تغير على المركز الأول. سلام سلام تحت المقدمة الشوط لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، يضمره حمد بن علي العويسي، يأتي ثانيا من خلال هذه اللحظات من الجانب الآخر. تصل سموه تحتل المركز الثاني، تعود ملكية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. عملية التضمير والتدريب راشد بن خميس الغويصة السويدي في تضمير المركز الثالث وصولا من قبل كحال لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آن الهيان، بينما في التضمير يمعى بن عتيق الرميثي المركز الرابع. هناك تقدم واحتلال جميل من هذا الشعار، بينما المركز الخامس تقدمت هناك العمال لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد الحميري في تضميرها. المركز السادس تقدمت في هذه الأثناء الشاهينية لسمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد المكتوم علي بن يمع الغويص في التضمير والتدريب على سادس المراكز. المركز السابع وصلت الآن هملولة 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 لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، المضمر سعيد بن محمد بن مروشد يتقدم إلى المركز السابع. الآن المركز الثامن افراح لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم، المضمر طارش بن مبارك بالقوبع يصل مشاهدينا الاعزاء في المركز الثامن. المركز التاسع هناك تقدمت في هذه اللحظه الشاهينيه لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، المضمر عتيج بن سالم العرضي الحميري. هذه الاسماء اللي حضرت، هذه الاسماء اللي تواصلت. أعود إلى المقدمة إذن مشاهدينا الكرام بعد النداء الأول، ولكن شوف المقدمة والسيطرة لا زالت الآن سموة تتقدم في هذه اللحظات. سموة تحتل المركز الأول، هذه السموة في مقدمة الشوط تسير بصدارته وبأداء الجميل لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، المضمر راشد بن خميس الغويص هو في المقدمة والصدارة وكسب الناموس حتى اللحظة. بينما المركز الثاني شوف التحدي كبير من الجانب الآخر. هناك تسللت هذه الشاهينية لسمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد المكتوم علي بن يمع الغويص في تضميرها. المركز الثالث تقدمت وسارت كحال لسموه الشيخ زايد بن حمدان بن زايد الهيان، والمضمر يمع بن عتيق الرميثي يحتل المركز الثالث. الآن المركز الرابع وصلت هملولة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، المضمر المتعب الصغير سعيد بن محمد بن مروشد. هذه الرباعية أمامكم في هذه الانطلاقة، في هذا الكف، في هذا التحدي، في هذا الانطلاق، بينما في المراكز الأولى ما شاء الله. شوفوا الأسماء مشاهدينا الأعزاء من خلال هذه اللحظات والتحدي في مكان مميز، في تحدي كبير بين الرباعية. المركز الخامس هذه اللي وصلت الآن بينونة لمعالي الشيخ محمد بن بطي الحامد مختار بن احمد في عمليه التضمير، ويعلنون بانت مزونه يسقي الظفره ويرويها لين يزخر عشب بينونه. اعود الى المراكز الاوليه، شوفوا الصداره لا زالت مسيطره، سموه لا زالت مسيطره حتى هذه اللحظات وهي في المركز الاول لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. راشد بن خميس الغويص ضمرها، اكحال قادمه هملوله من الجانب الاخر لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، يضمرها سعيد بن محمد بن مروشد، يبغي النقطة الرابعة، يبغي يضيف النقطة الرابعة المتعب الصغير. بينما هناك
هناك محاولات جادة، بينونة قادمة لمعالي الشيخ محمد بن بطيها الحامد، ومختار بن أحمد يختار التحدي في هذه الانطلاقة، يختار أشواط الانتاج والمنتجين، ولكن هملولة وسموة، هملولة وسموة، وبينونة، بينونة، بينونة، الآن وصلت بينونة، بدعي ثلاب قادمة، بينونة اليلايس النخلي، ولكن اليلايس لا زالت مسيطرة مع هملولة، بينونة، بينونة، بدعي ثلاب، بدعي ثلاب يتقدم، يتقدم، هملولة مسيطرة، هملولة، هملولة، اليلايس، اليلايس بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم للمرة الرابعة، للمرة الرابعة، للمرة الرابعة، تانينا والناموس لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني بينونة لمعالي الشيخ محمد بن بطيها الحامد، المركز الثالث سموه لسمو الشيخ حمدان بن محمد ورادة مكتوم، المركز الرابع كحال لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد النيان، والمركز الخامس مشاهدينا الاعزاء وصلت هنا في هذه اللحظات الشاهينيه لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد ال مكتوم. نعود للتوقيت الزمني لحظات الوصول مشاهدينا الكرام من خلال هذه اللحظات. التوقيت الزمني اذا هملولة لسمو الشيخ حمدان مراد مكتوم تسجل رابع النقاط، وهنا النقطة الثانية بالنسبة لأشواط الإنتاج 6 دقائق 3 ثواني 8 أجزاء من الثانية، ثانيا لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، وإلى المضمر سعيد بن محمد بن مروشد على هذا الفوز والانتصار. بينونة حلت في المركز الثاني لمعالي الشيخ محمد بن بطيها الحامد 6 دقائق 4 ثواني وفاء وتماما وكمالا، والتهنئة كذلك إلى المضمر والمتابع مختار بن أحمد. بينما المركز الثالث كان التحدي كبير ومنافسة شيقة بلا شك من خلال وجود هذه الشعارات. 6 دقائق 8 ثواني جزئين من الثاني، تانينا والناموس لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، وتانية كذلك للمضمر راشد بن خميس الغويص. أشواطنا مستمرة مشاهدينا متابعين الكرام، الانطلاقات تتوالى شوطا تلو الآخر في هذه الأمسية وأمسية.